كلنا زهقنا من وصفات الكنافه، ضيف عليهم كمان اي حاجه في الطاسه، يعني هي جت على قرمط بيعملش كنافه ويعملها كمان في الطاسه. النهارده هعمل كنافه الطاسه بالجبنه، مش عايزه اقول لكم حاجه كده مزاجتي، تعالوا اقول لكم مقاديرنا. بصوا عندي نص كيلو كنافه جبتها حطيتها في الفريزر وبعدين طلعتها كسرتها. عندي هنا سمنه وعندي سمنه سايحه، يعني سمنه بدرجه حراره الغرفه وسمنه سايحه. عندي بقى هنا جبنه العكاوي، الجبنه دي انا عملت فيها ايه؟ حطيتها 12 ساعه في الميه وكل 3 4 ساعات اروح مغيره لها الميه علشان تنزل اي طعم مالح فيها. عندي هنا سكر باودر وده علشان الشربات، عندي قرفه وعندي ليمون وعندي فستق وعندي هيل، الهيل ده للشربات رائع، وعندي الفانيليا وعندي فستق كمان. وهنا ما سمنه، يعني ما مش مكون زياده، هي سمنه. وعندي هنا بودره زعفران. اول حاجه هجيب الكنافه، تمام، هحط عليها السمنه اللي عندي وهروح مقلباها كويس قوي قوي، هقلبها كده وبعدين هعملها بايدي، مش هحط عليها سكر، انا هعمل الشربات هو اللي فيه سكر، ما يبقاش بقى سكر في الكنافه وكمان سكر في الشربات، هيبقى معانا سكر جامد قوي. هحتاج سمنه تاني احط، هبدا بقى افلفلها كلها بالسمنه. بعد ما دعكت عندي الكنافه بالسمنه هروح ركناها على جنب، وجايبه الجبنه العكاوي اللي مصفياها كويس قوي من الميه واروح ضرباها في الخلاط. نجيب حاجه كده وننزل بيها ليه؟ علشان تبقى عارفين معجون كده. خلاص كده ضربناها، نروح منزلينها تاني في الطبق. على فكره ممكن مش عكاوي بس، ممكن نحط عليها موزاريلا بس برضو تتنقع، ممكن نحط عليها اي جبنه بتشد، بس شرط ان احنا ننقعها قبل ما نحطها في الجبنه لمده 12 ساعه ويتغير لها ميه كل 3 4 ساعات. كده بقى جهزنا عندنا كل الشغل، تعالى اقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى اهم حاجه عندي هجيب صواني المونيوم بتاعتنا دي، بتاعت البيت، بتاعت ماما وتيتا والكلام ده كله. احلى، بصوا يا جماعه اكتشفت ان هي احلى حاجه تستوي فيها في الفرن او على النار هي الصواني الالومنيا او بقى كحك وبيتي فور وحاجات دي. بصوا بقى انا هجيب صينيتين قد بعض، طاستين قد بعض، المهم يكون قد بعض، نشتغل في دي ولا دي نشتغل في دي. بصوا بقى هروح ماسكه كده الاول، هروح جايبه حته سمنه ودهناها عندي هنا كده ودهنا الحروف بتاعتي، واروح جايبه بقى الكنافه اللي انا عاملاها بالسمنه واروح حطاها هنا، وايه افضل اضغط فيها واطلع كده ايه زي ما نقول حرف صغنن علشان الجبنه ما تطلعش براها بره الكنافه. اروح جايبه كده واروح حط، بصوا بطلع حرف صغير ازاي. بعد ما احط بقى الكنافه بعد ما احط الجبنه والطبقه الاخيره من الكنافه هبدا ايه اريحهم على بعض. المهم الجبنه ما تطلعش من الجناب. بصوا حطيت اول طبقه وضغطتها قوي، اروح جايبه بقى الجبنه عندي اللي انا ضربتها في الكبه او في الخلاط، المهم اي حاجه تخليها لي زي ما انتم شايفين كده خلاص، واروح موزعاها بس ما اجيبهاش عند الاحراف قوي لان هي هتسيح وهتطلع من، يعني هتوصل للحروف، بس انا لو جبتها للحروف هي هتسيح هتخرج بره، فانا اخلي بالي واحطها ما وصلهاش للحروف. دلوقتي بقى خلاص حطيت الجبنه اكمل عليها بالكنافه اللي عندي واضغط وابدا الم بقى الحروف اللي انا طلعتها. هبدا بقى اجيب الحروف وانزلها عليها واقفل خالص الحروف بتاعتي اداري بيها تماما الجبنه. الطريقه دي بصراحه انا اتعلمتها من صديقتي ساره، تجربتي، هي ليها اكونت على الانستجرام تابعوها، عايزه اقول لكم ان هي دقتها في تركيا وعملتها بالظبط زي ما بتتعمل في تركيا، فجربوا الطريقه دي هتلاقوها يعني ملهاش حل زي بتاعه بره بالظبط. اللي بيفرق الكنافه دي عن اي كنافه تانية هو سر تسويتها، يعني انا مش هدخلها الفرن زي ما قلت لكم، انا هعملها في الطاسه، هعملها على البوتاجاز من فوق.
تعالوا اقول لكم. بصوا احنا هناخد الصينيه بتاعتنا ونشغل النار عندنا العينين تمام، ونحطها كده ونبدا نلف فيها. تقريبا كل جنب هياخد تلت ساعه، كل جنب تقريبا هياخد. طب ما هو النار هتوصلني، همسك اي حاجه، معدن، همسك جوانسي اللي هو بيبقى سيليكون ما بيوصلش الحراره، بس هو ده سر تسويه الكنافه التركيه اللي هي النابلسيه. بصوا هنهدي النار ونشغل العينين ونسويها بالشكل ده، ما نغيبش عنها ابدا، تلت ساعه لكل جنب هتبقى جاهزه معايا. بصوا بقى واحنا متابعين الكنافه هنعمل الشربات، او ممكن نعمله قبلها علشان يبرد براحته، بس انا هعمله دلوقتي احطه في الثلاجه يسقع لحد ما هي تخلص. هجيب الميه عندي هنا وانزلها، وعليها سكر باودر بتاعنا، وعليها هنا بقى عود قرفه، و اتنين تلاتة حبهان او هيل، وذرة زعفران باودر او مش باودر، هنحط ذرة كده عشان ده اللي هيدينا اللون. ممكن نستغنى عن الزعفران، مش هيأثر في الطعم ولكن هيأثر في اللون، لكن الطعم مش هيأثر فيها. بصوا اول ما يبدأ يغلي هروح منزلة عصرة ليمونة، وهسيبه بقى 10 دقايق لحد ما يعد. بصوا بعد 10 دقايق القوام بتاعه بقى اللي انا عايزاه، خلاص هطفي عليه واشيله في التلاجة لحد ما اخلص الكنافة. بصوا بقى اعرف ازاي الكنافة استوت ما استوتش، اقلبها ازاي على الناحية التانية. بصوا الحروف بتاعتها، بصوا بدأت طبعا لازم اكون منظفة كويس جدا الحروف بتاعتها عشان ما تتحرقش مني. بصوا بقى اللي باين ما بينها بدأ يلون ازاي، وهي بصوا بدأت تسيب مني، يبقى انا كده تمام خلاص اطمنت ان كل الجوانب استوت. اروح بقى موديها على العين الكبيرة في النص لفتين تلاتة كده. بصوا بعد ما اخدتها تقلبتين تلاتة على العين الكبيرة الهادية هروح جايباها واروح بقى قلبها هنا. بصوا ادي الجنب اللي اخد اول ايه 20 دقيقة وقلبناها، هنحطها تاني على النار هادية كمان 20 دقيقة، وهنفضل نلف فيها، وبعدين هنجيبها زي ما قلنا بقى في الاخر خالص لفة كده، وهي بتبقى مستوية اصلا من النص. جهزت الكنافة، بصوا كمان لونها، خلوا بالكم الجنب التاني بياخد اقل من الجنب الاولاني، فلما نيجي نقلبها ونسويها على الجنب التاني هتاخد ربع ساعة بالكتير، مش هتاخد تلت ساعة زي اول مرة. حط بقى الشربات وزعه كده، اللون بقى والطعم بقى ما اقولكوش، والجبنة بقى اللي بتمط حالة كده. بصوا انا بقى عندي هنا سوداني، لا مش سوداني، فستق مجروش وفستق صحيح. طبعا لو مش عندكم الفستق مش مهم خالص، نرش رشتين حلوين كده، وكمان نجيب الصحيح اللي عندنا ونرش رشه على الوش. طبعا دي احلى وانضف وطعم زي بتاعت بره بالظبط. ايه رايكم بنقطعها كمان ونشوف الجبنه جواها؟ نجيب كده السكينه، الله، بصوا بقى يا نستمتع بقى. بصوا الجبنه عامله ازاي، مش هاديه تسيب اختها، ونقدمها بقى ونستمتع بطعمها، وهياكلوني في التصوير علشان قطعتها. وعملنا كنافه ضمن وصفات الكنافه كتير اتعملت في حياتنا، جربوها وهستنى رايكم تحت الفيديو، هتكتبوا لي رايكم فيها، واللي جربها يبعت يقول لي رايه فيها، هستنى رايكم وطبعا اضافاتكم، ما تنسوش تتابعونا، باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.